السلام عليكم. نواصل الحديث عن أمر من الأمور المهمة جدا في التربية، تربية الدواجن عموما، ألا وهي الفرشة. الفرشة ديت العازل بين جسم الكتكوت وبين الأرض اللي بيقف عليها. الفرشة دهيت لابد إن هي يكون ليها مواصفات علشان يعني تنجح عملية التربية، أو يعيش الحيوان عليها أو الطائر يعيش عليها. من شروط النشارة الجيدة إن هي تكون ذات قابلية عالية لامتصاص الرطوبة، وما تكون نظيفة خالية من أي ميكروبات أو أي حاجة تأذي الكتكوت بتاعنا، تكون من مصدر كويس، تكون بعيدة عن أي مسببات مرضية. والفرشة ده هي أنواع، أو في ناس بتفرش نشارة الخشب اللي احنا شايفينها دهيت، وفي ناس بتفرش النشارة بتاعة التبن اللي هو القمح، بعد ما بنعمل له عملية إن احنا ندرس القمح اللي هو التبن، ودوت يعني بيستخدم في غذاء للحيوانات اللي هي اللارج انيمال، الحيوانات الكبيره، البهايم والعجول والحاجات دهيت، وبنستخدمه برضو لتربيه الكتاكيت بكل انواعها. وفي ناس بتفرش القش، وده خطأ كبير جدا جدا جدا، القش دهوت. وفي ناس بتفرش رمل، الرمل دهوت اتعمل عليه ابحاث في 2012 وأثبت نتائج كويسة جدا، إن رفع الكفاءة التحويلية بتاعة الكتاكيت، وقلل النفوق، ويعني رفع مستوى الهضم أو عمليات الهضم في جسم الكتاكيت. ويعني أنصح إن إحنا نجرب التربية على الرمل، لأنه أوفر ومش هيعمل لنا أي أزمة خالص، جدا جدا، وليه فوائد عظيمة جدا جدا. لذلك أنصح مربي الدواجن على كل المستويات اللي بيربي أعداد كبيرة وصغيرة يجرب الرمل. هي مشكلته الوحيدة إن هو يعني في صعوبة في إزالة الزرق أو السبلة بتاعة الطائر عن الرمل، ولكن بتزال. ولكن هو فوائده كبيرة جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضراتكم، من تقليل النفوق، من رفع الكفاءة التحويلية والغذائية بتاعة الطائر، من تنشيط الجهاز الهضمي بتاعة الطائر، ويعني تقليل مخرجات البروتين من فتحة المجمع، يعني بيعلي الاستفادة أو الهضم من البروتين في العلاقة. شكرا لحضراتكم، ولو في أي تعليق أو استفسار يعني إحنا مع بعض إن شاء الله.